زفكين سبول سليمان ريسوني صفات منعذل، وهو وفي أكثر من مناسبة كيقول على نفسه بأنه كيرعى الديمقراطية وكيحاول فقط أنه يحافظ عليها، وإلا كانت مواجهة الدولة لازمة ما كاين درس مادام كيدافع فقط على الإرادة الحرة ديال الشعب وما عنده هو شخصيا حتى شي استفادة. وفي هذا البرنامج كيجات الصحفي اللي كان خدم مع حميد المداوي واللي كتبقى أكثر الأقوال ديالو المأثورة اللي كتلخص فلسفته النضالية والتأثر ديالو بخوتي المغاربة هي كالتالي. مثلا انت كتمارس واحد اللعبة في ديال واحد الوسط اللي فيه بزاف ديال الحيوط، واش تقدر تدخل في الحيط في الحيط حيط ولا حتى شي حيط؟ وتبارك الله على النصائح والإرشادات في إطار النضال المواطن الصادق والفعال. هذا المقطع المحير راه بصح كيعطينا فكرة على الواقع المظلم اللي كتعيشه الصحافة في البلاد، واللي السبب فيه ماشي الدولة ولكن بنادم اللي فكرشو العجينة وما قد على شيء. وفي إطار تطبيق استراتيجية الاحتيال اللي كيأمن بها كيصرح بين هاد الصحفي المغوار فهاد الحوار الأكاديمي الموثق اللي كيبداه بسرد الإنجازات ديال الضيف ديالو واللي على رأسها ما يعرف بمسيرة ولد زروال. وهنا كتسمحوا لينا لأننا ما كناش مركزين في ديك الوقت وكنا بحال أغلب المغاربة دايرين موضوعية حتى تصنقعنا بشي قوانين أثروا على مستوانا المعيشي وحياتنا بشكل عام، فكعينا وقررنا ندخلوا المعمعة ونشوفوا اش كاين. هاد المسيرة اللي كانت سميتها مسيرة الدار البيضاء قبل ما يخترقوها شي أشبه ويرجعوا سميتها مسيرة ولد زروال ويدخلوها في البالماريس بوابري ديالهم اللي مبني على فلسفة الاختراق والتحريف والتشويه ثم التسويق، فيهم نشطاء محسوبين على واحد بلاد البنان اللي خلصت عليهم فلوس صحاح في تكوينات ورشات باش يكونوا أدرع إعلامية داخل فلسفة الإسقاط السلمي للأنظمة. وسبحان الله العظيم عفين ما كانت شي فوضى نايضة ولا مقرر أنها غادي تنوض شي بلاد كتلقاهم هازين باسبوراتهم وشادين في الطرقان. من أين لكم بالتمويلات؟ واش هادشي داخل في مساندة الشعوب ضد الطغيان ديال الحكام؟ ولا داخل في خدمة كتقوموا بها كميليشيات تواصلية وكتقاضوا عليها أجر بأرقام خيالية؟ كنبغيو نسولو ولكن دغيا كنلقاو الجواب. وهما كيتهموا الدولة عين باين بأنها خرجت مواطنين للشارع باش يتظاهروا ضد الإخوان، وجابوا شي وحدين قدام الكاميرا تعطوهم تصريحات مريبة مفادها أن القياد وأعوان السلطة هما اللي طلبوا منهم يتظاهروا ضد بن كيران. إيوا وركبوهم في الكاميونات والكيران والترانات، شوفي إزاي. ولكن ملي كنرجع للأرشيف غير في اليوتيوب كنلقاو بأنه كان صراعا حزبيا فقط لا غير، ولكن معليش ها واحد الإنجاز فككناه ولقيناه إمداد. إيوا كملوا معانا باش نحطكم الصورة الحقيقية ياك بغيتوا تفهموا شنو واقع. تحالف مع قطر اللي غرقت الإعلام المغربي بالبترودولار وكانت الرعية هي وحكومة باراك أوباما لشي فوضى خلاقة كان الهدف منها هو نشر الإسلام السياسي وإغراق المنطقة العربية في ظلمات العصور الوسطى باش عمرهم يقعدوا الراس قدامها ويبقوا تحت يديها دير بهم ما بغات. واللي رشدني طبعا حقا مشكورا وتهدا اول مره غادي نكراه هو كان مدير مكتب قناه الجزيره. دونك لقيت خيمه قطريه هي اللي استقبلتني والثوار كيحملوا المؤونه باش يمشيوا يدخلوا للزنتان. ثم دخلت لذاك المخيم القطري ولقيت واحد من المؤادين الثوار كيعبئوا الشاحنات باش يمشيوا للزنتان، ومشيت معاهم للزنتان حطوني في الزنتان وبقيت كندير شي الشاحنه. طبعا لا ماشي هو الشاحنه، هو انه حطني في الزنتان اللي هز المؤونه هز السلاح. اش كان كيدير سليمان ريسوني في ليبيا وفي مصر وسط الانقلابات؟ واش ما كانش كينزل مخطط مدروس ومحكم؟ فين كان النضال في هاد الشيء غير قولوا ليا. اما فيما يتعلق بنزوات سليمان ريسوني الموسومه بالعنف والتعنيف فمراكز الشرطه باقيه محتفظه بمحاضر الضرب والتقناف اللي مارس سليمان ريسوني على واحد المناظره تقدميه كل ساعه كانت الموضه هي ويا صبات، وما كانش عنده مشكل يخلي ضربوا مراه. عاد قضيه ديال اغتصاب صحفيه مغموره تضمصات واخا تكتب عليها مقال، ولكن الزميل كان خاصو يتحمى لانه كيعرف يمونطي بالخف لجان التضامن، وكانوا بزاف مبيعينو مهنيا في اطار حمايتهم من الفضائح والشهات اللي كتجرهم ليها اعضاؤهم التناسليه. حتى جا هاد الشاب الشجاع اللي وقفوا عند حدو قال ليه مش كل الطير اللي يتاكل لحمه، وهنا نط القيامه وقرر سليمان هو وصحابه اللي شد عليهم دواسه انهم يخوفشوا بكل الطرق الممكنه اولها اسطوره الاضراب عن الطعام. هكا حميده
122 يوم قال لك هو دير اضراب عن الطعام وصحابه كيأكدوا هادشي بلا حشمه بلا حيا، ولكن كون كانوا كيصوموا رمضان كون فهموا شنو هو نهار ديال الصيام. عاد شرط بالليل مع النهار وضربها في 4 شهور عافات. هذا انسان ولا كائن فضائي ولا ودوب قطبي كيتسوبات؟ اضحكوا ضحكوا، راه هادشي اللي حققتوا فيه غادي يهرب ليكم، وراه ولينا مع هاد النماذج كنلقاو مسلوبيات عاد تكركير، وحتى هادي راه مقاومه. الضحيه ديالو ضربوها لي في الاول بنكره، قال لك شخص مجهول، شويه فاش شافو خرج كيدافع على راسو ولا سبحان الله العظيم شخص معلوم، وتبين انه كان رفيق ديال مدام في حزب يساري راديكالي، وانها عرضت عليه هي وراجلها سليمان الريسوني انه يشارك معاهم في روبورتاج على المثليه في المغرب. فائده به وفي موعد التصوير الثاني ملكه سبا ما كتكونش في الدار وكيكون غير سي سليمان اللي جا راسو خاصو شي هدهد، فلبس شخصيه الصياد وبدا في الترصد عبر وضعه في خاخ وزادها بالسدان ديال بيت النعاس بالساروت خوفا من هروب العصفور اللي دخل بكل براءه القفص مغتصب مريض وجبان واللي فيه الحال رهبان. بين ادعاءات الاعتقال التعسفي من طرف البوليس والنيابه العامه وتعذيب في السجن من طرف التانك والصحافه الحقيقيه اللي دارت موقف يحسب لها وادان التصرف الشنيع واخا داروا زميل، وبن كيران وبن عبد الله اللي ما تسوقوش ليه وبياع العش اللي عطاوه ضمانات بتدخل منظمات اجنبيه تابعين ليها، بيناتهم تبزنس على اعلى مستوى وطلبات سورياليه ديال يجي المحكمه في سياره اسعاف ويتنقل على كرسي متحرك باش صحاب الشغل في اوروبا والامريكان يلقاو ما يبيعوا الامم المتحده ولجانها اللي فيهم شي وحدين ما تعرف واش النيه ولا هشاش، رغم ان التعذيبات في العراق واعدام صدام حسين ما حركوش فيهم الشعره. المهم المحكمة المغربية اللي عارفة خروب البلاد كانت حازمة وطبقت القانون بغض النظر على التنوعر ديال المرتزقة والجذبة ديال رواسنا قدام قاعة المحكمة، وتحكم سليمان الريسوني بعد ما دافع عليه ما يزيد عن 70 محامي بينما الضحية ديالو دار بالسيف جويجة. والآن واليوم وبعد العفو الذي صدر من طرف ملك المغرب نصره الله في حق الآلاف ديال السجناء والمدانين على خلفية شتى واللي كان بينهم هذا الريسوني، وفي حين كلشي يشكر سيدنا خرج هذا المخلوق بتصريحات ما كتفهمش وانت كتسمعها واش مولا عنده شي ضمير ولا لا؟ سمعوا وحكموا. دابا واحد الصحفي اجنبي درت مع واحد الحوار من بعد ما شاف انتقادات ديال صحفيين مغاربه او تعليقات او لا حتى ولا بغى يرد ما غير تبع وصف صحفيين ولا الناس اللي كتعلق ولا مغاربه كلشي ما كان هذا المغربي يوصفه بالنباح. اذا هؤلاء الذين هاجموني بامور خبيثه ولا تموت تعتبر ان هذاك الرد ديال ديك الصحفي لائق بهم؟ لا انا كنقول لك اكثر اسوء من نباح. هذا دابا مناضل ولا حكار؟ كريم ولا لئيم؟ انسان متحضر ولا كائن بدائي؟ لو قال لك هو وصحابو اللي هضروا ويقولوا اللي بغاو ويشيروا فين ما بغاو بدون حاسب ولا رقيب، واللي جاوبهم راه مسخر وعامل. ويعطي سليمان ريسوني تصريحات لصحفي بروش من اسبانيا على جريده معاديه للمملكه المغربيه حقو، ويقول شي عبد الله ما ان هذا منكر حشومه واش هذا جزاء البلاد؟ يتهموه بالتشعير والمس بالاعراض وهاتك عرض شاب مغربي هانيه. وعلي الاستجواب اللي تدار على موقع الكتروني مغربي وتسحب في اقل من 24 ساعه مور ما تحط، واش هي صدفه ولا استراتيجيه بحال الحمله اللي تدارت لمسانده العداله والتنميه لحزب اللي نبدوه المغاربه؟ والدوله طبعا هي السبب وهي العدو والمرتزقه هما الابطال اللي كيعرفوا يوجهوا الراي العام. واش هاد الناس مور مسيرة الدار البيضاء اللي نظموا شق منها هما وجابوا ديالهم يتهموا الدولة هما أن مجزرة حزب الخوانجية غادي تعاود وأنهم يقدروا يضحكوا على المغاربة في أي هات؟ الريسوني واش معتقل رأي؟ ألا الريسوني معتقل لأنه تعدى على شاب عنده الشجاعة والكرامة وخير جواب على ادعاءات المرتزقة راه قالوا آدم. العفو الملكي لا يمس بأي حال من الأحوال الحقوق المدنية أو حقوق الطرف الآخر في القضية، لا أنا ولا الناس اللي مقربين ليه عارفين حقيقة هذا السيد، وماشي أنا الأول اللي غادي يحاول هذا السيد أنه يمارس عليا السادية ديالو. خديت العدالة ديالي هنا ومازال كنتسنى العدالة ديالي في الأخيرة. أنك تكون صحفي، أنك تكون طبيب، أنك تكون رجل أعمال لا ينفي عنك صفة الجريمة إلى ارتكبتي جريمة. ضحية سليمان ريسوني شاب مغربي عنده الحق في وضع شكاية وعنده الحق يدافع على كرامته وبلاده بينا في علو كعبها في مجال حقوق الإنسان
وها هي كتحمي حقوق مواطنيها بغض النظر علاش ما كيجرو في حياتهم الشخصيه. شكون دابا اربعه الشلهبيه اللي اكثر ديمقراطيه، نتوما ولا المملكه المغربيه؟